مرحبا، شهد الغزاوي من الأردن. طبعا لا حل لمواجهة التطرف إلا بالتعلم. طبعا نسيت أسألكم، كيفكم؟ يا رب ما تكونوا من الجماعات اللي متطرفين. طبعا في ناس كتير بتكون متطرفة جوات حالها بس ما بتعرف إنه هي متطرفة. كيف يعني؟ مثلا أنا صاحبت واحد أبيض وأسمر، بروح أنا بميل للناس البيض، ما بصاحب الأسمر. ليه؟ لأنه أنا هيك عم بكون متطرفة، بس أنا ما بكون بنتبه على حالي. هلأ رجعت حكيت إنه أنا بدي أحل المشكلة بالتعلم. في فرق بين التعلم والتعليم. هلا التعليم بالضبط هو المرحلة الأكاديمية اللي بتبلش من الروضة لحتى الجامعة. هلا مرحلة الجامعة حتى الماجستير والبكالوريوس إلى ذلك، مثلا بتعلم 1+2+3، أنا هيك تعلمت. مرحلة التعلم بتبلش من لما أنا بميز الألوان لحد بميز أشوف أمي وأبوي بميزهم من بعض لحد ما أنا ربنا ياخذ أمانته وأتوفى بالضبط. هاي الفترة كلها تعلم، موقفي مع أهلي تعلم، موقف أصحابي تعلم، بدخل على السوشيال ميديا بتعلم. مثلا هلأ الناس ليش نبعدها؟ الناس اللي وصلت بسرعة للقمة مستحيل وصلت بدون تعلم. فما تكون متطرفة للناس اللي مغمين عيونهم، فحاول أن تفتح عيونك كتير.